سبحانه وتعالى منازلنا مش من دلوقتي, منازلنا من أول الموسم. الحقيقة قوام الفرقة موجود معايا بقاله 3 سنين. الاستقرار اللي موجود في الفرقة في عناصرها هو اللي عامل الانسجام والشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. ما بنعتمدش, أنا شخصيا لما كنت بلعب كرة اعتمدش على خد فلوس عشان تكسب. زرعنا قدرنا نزرع على الحته دي في اللعيبه انه المكسب هو اللي هيجيب الفلوس, مش تاخد فلوس الاول وبعدين تكسب. الحمد لله لحد دلوقتي ماشيين بخطى ثابته. صعدنا تاني المجموعه فرق 3 بونت على نادي المنيا. معانا في مجموعه الترقي فرق كبيره وعريقه اسمها كتير من نادي الوسطى, لكن الحقيقه الكوره ما بتعترفش الا بالعطاء والجهد. احنا ما عملناش حاجه لسه, احنا خدنا 3 بونت لسه في 4 ماتشات. ان شاء الله نفرح النهارده, لكن من اول التمرين بتاع بكره ان شاء الله هنركز في ماتش الالومنيوم, لانه احنا لحد دلوقتي احنا ما عملناش حاجه. انت حضرتك متوقع الفوز النهارده؟ لا لا, ياخد الدوري. الفوز على بيزيك. الحقيقه انا ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى اللي ملازمنا, توفيق ربنا اللي ملازمنا طول السنه ان احنا نصعد دوري ممتاز. يعني ده ظني في ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا بلعب على المكسب بس ما اعرفش النتيجه ايه, يعني ما اعرفش النتيجه المسابقه, لكن متفائل. عندي ثقه كبيره في لعيبتي, عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه مش هيضيع تعب. ربما الفرق كلها استفادت بفلوس والمدربين واللعيبه, ربما ربنا يكتبها لنا في اخر لحظه ان شاء الله.